معنا من القاهرة المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك. مساء الخير سيد محمد السلاك، أهلا بك لسكاي نيوز عربية. من الواضح بأن كارثة فيضانات درنة أعادت الانقسام إلى الواجهة في ليبيا. هل يمكن أن تكون أحداث درنة مقدمة ربما لبداية إنهاء هذا الانقسام؟ مساء الخير، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز. فقط تصحيح بسيط، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي. نعم. ربما تكون هذه هي الفائدة الوحيدة والإيجابية والعامل البناء الوحيد الذي خرجنا به من هذه الكارثة المروعة التي حلت ببلادنا وتحديدا مدينة درنة. هناك تكاتف غير مسبوق وحالة انصهار واندماج كبير بين الليبيين من كل المدن والمناطق والمؤسسات بمختلف مكوناتهم على اختلاف مشاربهم وقبائلهم ومدنهم. هنا أصبح الكل يركز فقط على إنقاذ أهله في مدينة درنة وإنقاذ الأهالي في مدينة درنة والمدن والمناطق المجاورة لها المنكوبة بفعل إعصار دانيال. يعني نستطيع أن نقول بأن حالة الانقسام السياسي هذه المرة لم تلقي بظلالها على الإطلاق على المشهد كما هي العادة دائما، بل أن هناك تعاون كامل وهناك تناسي وطي لصفحة الخلافات باستثناء بعض الأصوات، يعني أصفها دائما بالأصوات النشاز التي لذلك سألتك سيد سلاك تثير بعض لذلك سألتك هل يمكن البناء على هذه الحالة التي تشهدها ليبيا الآن، هذا التضامن الشعبي الذي لا يلتفت فيها الأهالي إلى موضوع الانقسام، هل يمكن أن تكون ربما قاعدة تبنى عليها العلاقات فيما بعد بين الشرق والغرب؟ يعني إذا لم تكن هذه الكارثة هي قاعدة انطلاق جديدة وصفحة جديدة بين كل الليبيين، فما الذي سيوحدهم بعد كل هذا الذي ألم بإخوانهم في درنة وفي المناطق المجاورة لها؟ أظن بأن ما قبل هذه الكارثة أو ما بعد هذه الكارثة لن يكون مثل ما قبلها، هذا طبيعي. إذا لم يحدث ذلك فهناك شيء غير معقول. يعني الآن هذه فرصة ذهبية لإنقاذ أهلنا في درنة ومن ثم إنقاذ بلدنا من أزماتها المتتالية وخروجها من هذه الكبوة إلى الاستقرار المستدام والسلام الدائم الذي نتطلع إليه جميعا. أظن بأن يعني سيكون شيء غير معقول على الإطلاق أن تستمر هذه الثنائيات وهذه الحالة من الانقسام السياسي والمؤسسات بعد كل هذا. لا أقول جازما بأن هذا سيحدث، ستحاول بعض الجهات ربما التي يعني لا تكترث كثيرا وكما حاولت في بداية الأزمة أن تثير بعض القلاقل، ولكن لم يلتفت إليها أحد، بل وجهت بسيل من الغضب من الشعب الليبي وطالبتهم بأن يكفوا عن هذه الفتنة، فليس هذا هو وقتها على الإطلاق. طيب سيد سلاك، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمهل الحكومة 6 أشهر لإعادة إعمار درنة، هل هذا ممكن من الناحية العملية برأيك؟ أظن بأن الحديث مبكر حول يعني معقولية هذه المدة وحماس المستشار عقيلة صالح ورغبته في إعادة الأمور إلى نصابها وأفضل في وقت قصير مقدر، ولكن يعني أظن بأننا بحاجة إلى تقديرات دقيقة من مختصين لمعرفة كم سيتطلب من وقت ومال وجهد. هناك تقديرات بأن 30 كيلو متر يعني من الطرق المدمرة تحتاج إلى إعادة ترميم وبناء من جديد. حجم الكارثة نحن كبير للغاية، نتحدث عن نصف مدينة ابتلعها البحر، وبالتالي يعني التركيز على أن ننتهي من انتشال الضحايا والوصول إلى الرقم النهائي واستقرار الأوضاع بالكامل في مدينة درنة، ومن ثم يمكن الحديث عن إعادة الإعمار. أما الآن لازلنا في حالة كارثة، لازلنا في حالة طوارئ، لازلنا نواجه هذه الكارثة بكل ما تسببت فيه من دمار وألم كبير طال كل الليبيين.
شكرا جزيلا لك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، شكرا.